أتحول إلى سؤال اقتصادي يطرحه شوقي من السودان. هو يسأل: لماذا تفرض إجراءات حظر في دول نامية غير متضررة بقوة من الوباء، وما أثرها الاقتصادي؟ سيد محمد، يعني طبعا هناك دول يعني تضررت أكثر من غيرها، بالنسبة للدول الأقل في إمكانياتها أو مواردها ولديها تحديات كبيرة، ما الذي يحكم إبقاء إجراءات الإغلاق وإيقاف الأعمال من عدمها؟ مساء الخير. اللي بيحكم طبعا إجراءات الإغلاق من عدمها هو الملاحظات التي بتلاحظها الحكومات ووزارات الصحة بتلك البلاد من خوفها من وجود الفيروس. كما نعلم أن الفيروس بشكله الحالي فهو فيروس متخفي، فوجود بعض الملاحظات والخوف من تفشي الفيروس حيث أن تفشيه بصورة كبيرة سيؤدي إلى إغلاق تام لبعض المدن وبعض المصانع والاقتصاديات، وبالتالي فهي إجراءات احترازية مسبقة حتى تتمكن تلك الدول من مواصلة عجلة الإنتاج الخاصة بها ومواصلة إنتاجها ومواصلة العمليات الإنتاجية بصورة أفضل في ضوء إجراءات احترازية أفضل بالنسبة للمصانع والجهات التي والشوارع التي فرض بها عمليات الحظر. تأثير ذلك على اقتصاد تلك الدول بالتأكيد جميع الدول ستتأثر اقتصاديا، وبما فيها ستتأثر بصورة أكبر الدول النامية والدول الأكثر فقرا، حيث أن اقتصادها لا يتحمل ولا يوجد لديها من احتياطات نقدية تتحمل مثل هذه الفترة من الإغلاق للاقتصاد.